عايزة تبقى بلوجر مشهورة ومحتارة، كل شوية تقفل حسابها على انستجرام وبعدين ترجعه، متصدرة الترند من أوسع أبوابه وليها متابعين وجمهور كتير من الزمالك، علشان كده سموها معشوقة الزملكاوية. وهي هدى زوجة لاعب الزمالك زيزو. هدى زوجة زيزو لها جمهور كبير جدا ومحبوبة من ناس كتير، ودايما تصريحاتها ودفاعها عن جوزها بيخليها معروفة أكتر. فيا ترى هي بتتعمد تعمل كده علشان تظهر في الإعلام وتتعرف، خاصة إن زيزو مركز في لعبه بس، وقليل قوي لما يتصدر الترند بحاجة غير إنجاز كروي حققه. مين هدى بهاء زوجة زيزو؟ وليه تصدرت الترند الساعات اللي فاتت تحديدا؟ ليه أحيانا تلاقي أخبارها منتشرة وأحيانا تقفل على حياتها وبيتها وجوزها وبنتها؟ ليه زيزو بيبعدها عن الأضواء؟ وهل هتبقى بلوجر فعلا؟ يلا نعرف حكايتهم إيه. الساعات اللي فاتت زيزو وكل عيلته كانوا متصدرين الترند، وده طبعا على غير العادة خالص. زيزو محدش يعرف تفاصيل كتيرة عن حياته غير اللي هو عاوز يعرفه، يعني عندك اخواته بعاد جدا عن الأضواء، وقليل قوي لما يظهر معاهم أو ينشر صور ليهم، لكن مراته مش قادرين نحدد هل هي بتحب الشهرة والظهور ولا قافلة على حياتها الخاصة. أوقات تظهر بشكل مستمر وأوقات تختفي عن الساحة خالص. بس الساعات اللي فاتت تصدرت الترند لما ظهرت بترقص مع زيزو في فرح أخته. الكل كان مبسوط بظهورهم ده، وخاصة البنات، لأن زيزو معجباته كتير جدا وبيحبوا أسرته قوي برضو. فيديو رقصها مع زيزو انتشر بطريقة كبيرة والكل كان بيتكلم عنه، مش لجرأته لا خالص، ولكن هو في ناس كده مرزقة في تصدرها للترند، ومنهم هدى بهاء زوجة زيزو. فيا ترى إيه حكايتها؟ هدى دايما بتخطف الأنظار ليها بسبب إطلالتها العادية زي أي بنت، بتظهر محتشمة ولابسة لبس عادي، على عكس زوجات لاعبين كتير تصدرهم الترند بيكون بسبب إطلالاتهم وتصرفاتهم الجريئة، وده سر حب الجمهور ليها، علشان كده بيقولوا عليها معشوقة الزملكاوية. ودايما لما بتنشر صورة ليها وحد يسألها على اللبس منين، بترد عليه باسم المكان اللي جابته منه، علشان كده هي قريبة من جمهورها. الحقيقة انها وش الهنا والسعد عليه، وده لأنه بعد ما اتجوزها بسبع شهور انضم للزمالك وشاركته نجاحات وإنجازات كتير جدا. زيزو وهدى اتجوزوا في 2019، كان فرحهم في المنيا، مسقط رأس زيزو وسط أهله وناس وحبايبه وعندهم بنت. هدى أكبر داعم لزيزو واقفة في ظهره، وما بتستحملش عليه أي انتقاد خالص، ودايما بترد على المنتقدين ليه بطريقة تزود ثقة زيزو في نفسه. فقالت قبل كده: ما بحبش أتكلم في الحاجات دي علشان ما اديش قيمة لموضوع ملوش قيمة من الأساس، بس انت خارج أي مقارنة وأي منافسة أصلا، انت بتنافس نفسك وبس، وربنا ما بيضيعش حق حد أبدا. الجمهور ما كانش متابعها ولا يعرفها خالص، بمجرد ما زيزو نشر صورة ليه معاها وهي حامل الدنيا قامت، والكل بقى بيدور عليها وعايز يتابعها. هي حققت شهرة في البداية بعد ما حصل حسابها على ملايين المتابعات بمجرد جوازها من زيزو، ولكن هي قفلته وبعدين رجعته تاني وخلته خاص للي تعرفهم بس، وعليه 107 ألف متابع. هي بتحاول تبعد عن وسائل الإعلام قدر الإمكان، وده بناء على رغبة زيزو تقريبا، لأنه حذف الصورة بعد ما انتشرت بشكل كبير وتداولتها كمان المواقع الإخبارية. من وقتها ما بينشرش ولا صورة معاها، وحسابه عبارة عن صور ليه والبنت وبس. ولكن هم مش عارفين يسيطروا على الوضع بالطريقة دي بما أنهم مشاهير، فدي ضريبة الشهرة. ورغم حرص زيزو ان هو يبعدها عن الأضواء، ولكن الأضواء وراها وراها، وده خلاها ترجع تاني تفتح الأكاونت وتعمله عام لكل الناس، ومن هنا بدأت تنشر صور ليها بطريقة أكبر وتعرفت أكتر، وبتظهر بإطلالات مختلفة، وزي ما يكون كده محتارة بين إنها تبقى بلوجر ولا تخليها زوجة زيزو بس.